السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين واحوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام ناجحه، وصفه جديده على القناه. ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الخبيزات ولا هاد الفطائر معمرين، كيجيو رائعين. غادي نديروا لاباط ديالهم مكونات اللي لذيذه بزاف. المهم اكيد غادي يعجبوكم، انا متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم، لانهم صراحه طلعوا زوينين وغزالين. يلا هون تعرفوا على الطريقة والمكونات. بسم الله على بركة الله. غادي ندوزو ان شاء الله للمكونات. بالنسبة للمكونات، احتاجيت لواحد المعلقة عامرة ديال الخميرة ديال الخبز، الخميرة الجافة ولا الطرية اللي بغيتو، المهم عمرو معلقة. انا عندي في هذيك بالضبط 7 ديال الغرامات ديك الخميرة الجافة. ضفت عليها 2 كيسان ديال الماء. غادي نعبر الكيسان يعني الماء بالكاس، وحتى الدقيق بنفس الكاس. غادي نحتاج شويه ديال الثومه غبره، واحد راس معلقه هكاك ديال الثومه غبره. غادي نحتاج شويه ديال الحر، غير اللذه راه ما كيجيش، يعني هاد لاباطا ما كتجيش حاره، ولكن كتجي بنينه ملي كنديروا فيها هاد المكونات، كتجي لذيذه وكتجي غزاله. وغادي نضيف الزعتر اوريغانو، غادي نضيف واحد المعلقه صغيره، غادي نحكها ونضيفها. المهم هاد لاباط الا درتو فيها هاد التوابل كتجي غزاله، تاكلوها بلا ما تعمروها نهائيا حرفيا، راها اكيد غتعجبكم لانها كتجي بنينه صراحه. صافي غادي نخلط هاد الخميره، وغادي نضيف القياس ديالي ديال الملحه، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملح. وغادي نضيف الفينو ولا دقيق القمح الصلب. غادي ندير خليط ما بين دقيق القمح الصلب ولا الفينو والفورس، يعني الدقيق الابيض. المهم بزاف تساؤلات كيجيوني على الدقيق اللي كان يعني اللي كنخدم به. دائما كنحاول في الفيديوهات ديالي نوريكم الساشيات باش تعرفوا عليه. خديت 2 ديال الكيسان من الفورس، وغادي نخلط مزيان. هاد العمليه خلاص تعودتوها معايا ضروري فاش كنبغي نخدم الفينو. هذه المرحله الاولى كنديرها ليه، والعجينه غير كنرونها كيف ما كنقولوا، يعني غير كنخلطها بصبيعاتي وكنوض نايضه. المهم هذه الناس اللي ديجا شافوا الفيديوهات ديالي واللي متبعيني راه عارفين الطريقه ديالي مزيان. كنتهنى من ديك قوت يعني العذاب ديال العجين. ضفت هنا واحد نص كاس، ربع كاس عفوا، ديال زيت الزيتون، ونخلطو مزيان. ايوا تخيلوا معايا لاباط كيفاش غادي تجي بهاد المكونات، راه كتجي هائله. قولوا لي راك كثرتي في الشكر ديال هاد لاباط. لا صراحه الله كتجي غزاله. صافي هنا من بعد ما خلطت مزيان، غادي نضيف 2 كيسان ديال الدقيق يعني الفورس ولا الدقيق الابيض. كيجيوني هما هادوك، يعني كندير 2 كيسان ديال الماء مع 4 ديال الكيسان ديال الدقيق. اي كاس بغيتو تعبروا به هاد المقادير راهم غادي يجيكم، يعني العبر هو داك، ما تحتاجوش تزيدوا لا الماء ولا الدقيق. المهم القياس ديال الكيسان طبعا راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي كيبغيو بالملي طبعا والغرام. صافي كنغرب الدقيق المهم كيف ما العاده، وكنجمع العجينه ديالي بكل بساطه وكل اريحيه. تبعوا هاد الطرق، تبعوا الطرق ديال المعجزات، راه غادي تهناو. هادي راه حتى انا معجزه وكندير هاد الطرق هادو ساهلين وبساطين. صافي كنخلط العجينه ديالي، العجينه ديالنا كتشوفوا راه كتلصق في اليدين. غادي نزيدو واحد شويه ديال الماء باش غادي نجمعها. صافي انا كنضرب بالعجين ديالي، هذا هو المجهود اللي كندير، كنحاول نضرب هكا بالعجينه ديالي. صافي العجينه ديالنا واجده، غادي نخليوها تخمر وندوزو ان شاء الله نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه، المهم هذه حشوه كاقتراح، الا بغيتو ديروه طبعا بغيتو ديروا شي حاجه اخرى لكم الاختيار. انا هنايا اختاريت ندير شويه ديال الكفته ديال الدجاج. ديروا كفته ديال الدجاج، ديروا كفته ديال اللدان، ديال اللحم، المهم اللي بغيتم. تبلتها بشويه ديال الثومه غبره، شويه ديال البصل، وشويه ديال السكينجبير، غير شويه شويه على حساب يعني الكميه اللي عندي ديال
الكفته وشويه ديال الملحه صافي. غادي نخلط هاد هاد يعني هاد الكفته ديالي، نضيف ليها واحد المعلقه ديال الزعتر، ولا تقريبا المهم عينكم ميزانكم في الزعتر تقريبا واحد نص معلقه ولا حتى معلقه صغيره. المهم في هاد الشهر المبارك دائما كنحاول ندخل هاد الاعشاب، لان صراحه الله الماكله بالليل كيف ما كتعرفوا راه ضروري خصها شي حاجه، ما خصناش ناكلو شي حاجه اللي كتقلينا، وهاد الاعشاب صراحه كيساعدوا ان في الماكله ديالنا كيساعدونا صراحه الله. انا دائما في ما كندير شي حاجه ضروري كنسمها بشي حاجه بعد الزعتر، زوين زوين بزاف. صافي درت هنا واحد شويه ديال الزيت في المقله وخليتها حتى سخنت. بعد ما سخنت كيف ما شفتوا وكورت هاد الكفته ديالي، وكنحطها هنايا على نار مجهده، كنبدا كنصوطي هاد الكفته ديالي وكندي ونجيب المقله وصافي، وكتكون واجده. هذه الطريقه سهله دغيا فيت في كتوجد. صافي غادي نخليها ابار صافي تحمرات، كتكون تحمرات، وندوزو العجين ديالنا من بعد ما خمر. ماشي غير خمر راه بزاف قرب يخرج على على البول. المهم غادي ندير واحد شويه ديال الدقيق ونكور العجينه ديالي الكويرات صغار اللي بغيتو كويرات صغار، بغيتو ديروهم حتى كبار هكا على الدوره ديال المقله وتعمروهم على الشكل ديال البيتزات، المهم اللي بغيتو. انا درتهم هنايا صراحه، درت وحدين صغار وشطت ليا العجين درت غير وحدين يعني ما خدات ليا اللاطه، والبقيه ديال العجينه درتها وحده بوحديتها كبيره. صافي كورت العجينه ديالي حطيتها في لاطاي غادي تدخليها الفرن، ودرت عليها البابيي ودهنتها بشويه الزيت باش ما يلصقوش ليا هذوك الكويرات لان العجينه راها خفيفه معنا. وشديت واحد الكاس، شدو كاس ولا قرعه ولا المهم اللي يكون عند القاع ديالها هكا عريض، وبداو كتضغطوا على داك الكويرات ديالكم باش كتكون واحد الحفره في الوسط، وكتقادوها بيديكم طبعا. المهم كيجيو عندنا واحد الجنيبات بحال الشكل ديال البيتزا، كيف كنخدموا البيتزا كنخليو داك الحاشيه تقريبا تماما هذا الشكل ديال هاد الخبيزات ولا هاد الفطائر. هما كيجيو معنا تبارك الله مفشفشين وخفاف وهشاش، ولاباط ديالهم لذيذه بزاف. صافي من بعد ما يعني قديتهم بصباعي غادي ندير ليهم الحشوه. الحشوه انا اختاريت ناخذ هنا واحد الطماطم اللي ديجا جاهزه، الصلصه ديال الطماطم غادي نحط شويه شويه. هاد الصلصه حتى هي عندي من السما بالاعشاب كيف ما كتشوفوا ازير الحباق، المهم فيها الاعشاب حتى هي زوينه ولذيذه. صافي ومن بعد كنجيب داك الكويرات ديال الكفته وكنحطهم في الوسط ديال هاد الخبيزات ديالنا باش ملي كنكونوا كناكلوا كنعطوا. المهم غادي نخبي اللحم اليوم غادي نخبيه في الوسط، لا غادي نخبيه حتى الاخر نديروه سوربريزا. وانا غادي ناخذ الفلافل، المهم اختياركم هادشي، بغيتو ديروا الفلفله، بغيتو ديروا البصله، بغيتو اللي بغيتو. انا خديت فلافل الوان صافي، قطعتها مربعات صغيورين خضره يعني ما صوتيتها ما والو، لان راه ديك الفلفله كتذوب وحديتها كتدخل الفران كتذوب. الفلفله حمراء وخضره والليمونيه صافي. درت شويه شويه، هذه هي الحشوه ديالي. وغادي نضيف واحد الكميه من الفرماج، المهم الا كثرتوا الفرماج راه طبعا راه داكشي كيجي لذيذ. المهم ديروا الكميه اللي بغيتوا نتوما على حسب الاختيار ديالكم. صافي درت لهم الفرماج وزدت لهم واحد شويه ديال الزويتينات الكحل الاحمر الالوان اللي مهمين نديروا الالوان، زويتينات خضرين ماشي حمرين، الحمر والكحل شويه شويه. ايوا المهم تفننوا كيف ما بغيتوا وحضروا هاد الفطائر ديالكم. دخلتهم الفران اللي شعلته على 180 درجه وحطيت الطاوه ديالي في الوسط ديال الفران وخليتهم كيطيبوا كيتحمروا. في الاول شعلت الفران من التحت ومن الفوق، ومني دخلتهم طفيت الفوق وخليت غير التحت باش ما كيتحرقش ليا داك الفرماج، خليه حتى تحمر لكم من التحت عاد عاودوا شعلوا عليها من الفوق، وكيدوب داك الفرماج وكيتحمر، وكيكونوا هادو هما الفطائر ديالنا راهم غزالين. نتمنى انكم تجربوهم
وما تنسونيش من لي لايكات والتعليقات والاشتراكات، وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.